الصناعة والتجارة عصب التنمية وقوام نمو اقتصاد كل الدول المتقدمة، فازدهارهما يعني نمو الناتج المحلي وانعكاس قوة الدولة وقدرتها على الإنتاج. ومن هنا كانت الضرورة لوجود جهة تعمل على تنفيذ إرادة الدولة في دعم أصحاب الأفكار الصناعية والتجارية البناءة من خلال التمويل المادي أو توفير الدعم المعنوي. وهكذا تمكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أن يتبنى الكثير من المشروعات الناشئة التي استوعبت الآلاف من العمال. احنا كجهاز بنعتني بجميع انواع المشروعات، خدمي، تجاري، صناعي، زراعي، تنمية ثروة حيوانية، ولكن دايما بيستحوذ المشروعات الصناعية او القطاع الصناعي بيستحوذ على اهتمام عندنا اكتر لعدة اسباب. اولا هذا القطاع لديه قدرة على توفير عدد من فرص العمل من كل مشروع، بيختلف عن التجاري والخدمي طبعا، بالإضافة لأن هو بيساهم في أن احنا بنطلع منتج يكتب عليه صنع في مصر، وده في حد ذاته حاجة من الحاجات الإيجابية، فرصة لكل واحد بيشوفنا وعايز يبقى يحصل على فرصة عمل أنه يتوجه لأي فرع من فرعنا، حتى لو ما عندوش فكرة للمشروع بتاعه احنا هنقدر نتيح له فكرة مناسبة ليه، مناسبة لمستوى تعليمه، مناسبة لشخصيته، للبيئة اللي هو موجود فيها، هنساعده في دراسة الجدوى، هنتيح له التمويل الميسر اللي يقدر يبتدي بيه مشروعه، هنتابعه بعد كده إلى حد كبير، ممكن نساعده في التسويق، ممكن نفتح لهم مجالات سواء للتسويق المحلي أو التسويق الخارجي من فتح مجالات للتصدير. بنفضل طالما دخل عندي أنا بعتبره خلاص بقى مسؤوليتي كجهاز أضمن له النجاح. ومع حصول أصحاب المشروعات على التمويل والدعم اللازم يأتي دورهم الآن في قيادة هذه المشروعات وتوفير المناخ الملائم للعمالة لتقدم أفضل ما عندها وفق خطة عمل متكاملة تهدف تحويل هذا المشروع الصغير إلى مؤسسة صناعية ناجحة منتجة ومؤثرة. أنا شغلي هنا مريحني الحمد لله، علشان المواعيد بانتظام طبعا، المرتبات تمام مفيش فيها أي مشكلة، طبعا تعامل الإدارة مع العمال ومع الفنيين بيفرق كتير قوي لما بيكون الواحد في مكان بيتعامل فيه كويس من مكان تاني، يعني أكيد بيبقى مستريح نفسيا يعني في المكان، وعشان كده بيكمل في المكان. منذ أكثر من 5 أعوام كل صباح يتوجه محمود إلى عمله بأحد المصانع التي يدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فبعد أن حصل على التأهيل والتدريب استطاع أن يكون له صناعته الخاصة التي تمثل له الآن مصدر رزقه الوحيد. مهنتي هنا في الشركة كعامل بنوط لحام، باجي هنا بشتغل على البنوطة. الصناعة دي مبنية على أن أنا لازم أجتهد ولازم أقف على الحاجة اللي أنا لازم أشتغل فيها، مش لازم ان انا مثلا ابص على اي حاجه تانية، لا لازم ابص على الحاجه اللي الواحد حبيبها او الواحد يشتغلها. لو كل واحد بص على حاجه تانية غير الصناعه او غير الحاجه اللي انا بعملها ديت، فمفيش حاجه، البلد مش هتقف على حيلها. اي بلد ما فيهاش عمال ما فيش اقتصاد، تمام؟ البلد اللي فيها عمال قايمه بينا احنا كعمال، يعني مش كمثلا ان انا اجي العب ولا كده، لا انا ده شغلي، لازم ان انا اجي اجتهد واشتغل عشان خاطر البلد دي تقوم على حيلها. الارتياح في العمل مع الحصول على كافة الحقوق المادية والمعنوية هو ما يدفع العامل على الالتزام وأن لا يتوانى في تقديم أقصى جهده لنجاح هذا المشروع، وهو ما اشترطه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية لخلق مناخ عمل مناسب يضمن لهم تحقيق النجاح. فكرة السكن لو في متغرب ولا حاجة هنا بتبقى في موجود سكن للعمال هنا المتغربين بكل حاجة، شقة كاملة فيها كل الخدمات، موجود عنده كل الخدمات اللي هو عايزها، بيقدر ينزل ياخد اجازات براحته في اي حته، بيقدر يجي مبسوط برضه في الشغل، بيبقى مرتاح، تمام، بيبقى متامن عليه طبعا تامين شامل وتامين كامل. صنع في مصر عبارة مشتركة ما بين مختلف قصص النجاح التي يتبناها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة هدفاً أسمى وشعاراً لحملة كبرى تتبناها الدولة لإعادة الصناعة المصرية إلى المكانة التي تستحقها. مرنا عادل، الحياة اليوم.